المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما الهام شنال. الوصفة ديال اليوم غادي إن شاء الله تكون وصفة مختصة بتبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار، الجير وكل هاد المشاكل هادو في دقيقتين فقط وبمكونين فقط، يعني وصفة سحرية رائعة إن شاء الله غتنال الإعجاب ديالكم. بزاف السيدات دائما كيسولوني على وصفات لتبييض الأسنان بأبسط المكونات الموجودة في البيت، وغير بمكونين ولا بثلاثة المكونات فقط. فوصفة اليوم هي غير بمكونين، واهم شيء انها في دقيقتين، يعني غتبيض لكم الاسنان ديالكم. وصفه رائعه ممكن استخدامها يوميا، ما كاين حتى شي مشكل، يعني مكونات ما غاديش يسببوا لكم حساسيه ولا يسببوا لكم مشكل في الاسنان ديالكم. يعني جبت لكم وصفه سهله بسيطه، واهم شيء انكم تستخدموها يوميا، ما كاين حتى شي مشكل، ما غدرش لكم الاسنان ديالكم نهائيا. وممكن تبحثوا على المكونات على الانترنت باش تعمقوا في الموضوع اكثر الا بغيتوا اكيد. هو هادشي اللي كاين. نبغي نرحب بالبنات، نبغي نرحب بالسيدات، مرحبا بكم في القناة. الا كنت اول مرة غتكتشفوا هاد القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، تضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس، ايضا تعملوا بيك لايك باش هكذا تزيدوا تشجعوني على المزيد من تقدم والنجاح والعطاء والاستمرارية للقناة. اذا تخليوا لنا تعليقاتكم، استفساراتكم، الاسئلة ديالكم على الراس والعين، كل هاد الاشياء كنرحب بها. بسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها، طريقة استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون البنات غادي نحتاجوا له في هذه الوصفة، سنحتاج الى الكركم او لا الخرقوم. بالنسبة للخرقوم ولا الكركم رائع، كيزول لنا جميع المشاكل اللي كتكون في الاسنان ديالها، يعني كيزول الاصفرار، كيزول اي مشكل يعني في الفم ديالنا بصفة عامة، حتى الرائحة الكريهة يعني ما كتبقاش، خصوصا الا داومنا على هذه الوصفه يعني يوميا، ولا داومنا عليها جوج المرات ولا ثلاثه المرات في الاسبوع. بالنسبه لثاني مكون هو زيت جوز الهند او زيت الكوكو، هذا الزيت رائع حتى هو الاسنان. فنقراو بعض الفوائد ديالو والمزايا ديالو. بالنسبه للمزايا والاستعمالات التجميليه ديالو، فهو كيقوي الشعر الجاف، كيلطف البشره، كيحميها او لا كيمنعها عفوا من التيبس، وقايه من الشمس، يحمي من تشقق الشفتين، وزيت الحمام والبرونزاج الذهبي، وايضا مبيض رائع جدا للاسنان، وكيخلصنا حتى من الرائحه الكريهه الموجوده في الفم. فبالنسبه لزيت جوز الهند هو كيجي يعني جامد بهذا الشكل، هذا كيكون جامد، فضروري ما تاخذوا منه ملعقه او ملعقتين وتذوبهم في حمام مريم باش تحصلوا يعني على زيت جوز الهند سائل بهذا الشكل هذا كما حصلت عليه انا شخصيا. فخديت ملعقه وذوبتها، يعني صبحت لي بهذا الشكل، الملعقه اللي عبرت بها هي ملعقه كبيره. فيعني هادو هما المكونات يعني بساط ورخاص، واهم شيء انهم في متناول الجميع. فندوزوا الان لطريقه استخدام هذه الوصفه واستعمالها ايضا. غادي ناخذ كميه من الكركم، وغادي نحتاجو لزيت جوز الهند او لزيت الكوكو كما سبق لي وذكرت لكم. you
من بعد كناخدو يعني فرشات ديال الأسنان بهذا الشكل هذا اللي كتكون مخصصة للوصفات الطبيعية، يعني فرشات كنخليوها للوصفات الطبيعية ووصفات كنخليوها لفرك الأسنان ديالنا بشكل يومي، وهذه كنخليوها لتطبيق أي وصفة طبيعية. فكنغمروا هاد الفرشات ديال الأسنان مزيان في هاد الوصفة هذه اللي كتكون من الكركم وزيت جوز الهند، وكنغمروها. بعد ما كنغمروها كنبداو نحكوا الاسنان ديالنا لمده ديال دقيقتين وحنا كنفركوهم. الا حسينا بالفرشات ديال الاسنان يعني نشفات، يعني الوصفه ما بقاتش فيها، فكنعاودوا نغمروها من اول وجديد ونعاودوا نفركوا بها الاسنان ديالنا حتى يعني كتمر الفتره ديال دقيقتين. عاد من بعد كنشللوا الفم ديالنا مزيان من الكركم. بالنسبه للسيدات اللي غادي يبقى لهم بعض الاصفرار فما تخافوا منه ما والو، يعني عادي الكركم كيخلي الاصفرار، ولكن راه كيمشي في ظرف 5 دقائق 10 دقائق كيمشي داك الاصفرار. حتى في البشره ديال الوجه بعض المرات كنستعملوا يعني كماسكات كان كيكون فيه مكون رئيسي اللي هو الكركم ولا التبييض، فكنستخدموا الكركم. ومن بعد ما كنوصلوا لبشره الوجه ديالنا كيبقاو بعض لي تراس صفرين ديال الكركم. هذه المساله هذه طبيعيه وعاديه جدا، فبعد ما كتمر يعني 5 دقائق ولا 10 دقائق راه كيمشي داك الاصفرار. وحتى وان ما مشاش يعني كناخذوا الماء ديال الورد وكندهنوه على البشره الوجه ديالنا ولا الجسم ديالنا. يعني نفس الشيء البنات، الكركم راه غادي يمشي، ما تحتاجوش تستخدموا ليه لا ماء ديال الورد لا والو بالنسبه للاسنان، يعني غادي يمشي بوحديته. بعد ما يعني كنتهيو من الخطوه الاولى ولا المرحله الاولى اللي هي وصفه الكركم وزيت جوز الهند لتبييض الاسنان، كندوزو المرحله الثانيه واللي هي عندي اساسيه اللي هي فرك الاسنان ديالنا. فكناخذوا اي معجون ديال الاسنان البنات، يعني كيف ما كان اي نوعيه متوفره عندكم في البيت، كناخذوا واحد الفرشه واحده اخرى يعني مختصه لفرك الاسنان ديالنا بشكل يومي، وكنحكوا الاسنان ديالنا من وراء هاد الوصفه الطبيعيه. انا شخصيا من وراء اي وصفه طبيعيه كيف ما كانت النوعيه ديالها، سواء محلول اللي غنشلل به الفم ديالي اولا وصفه اللي غادي نفرك بها الاسنان ديالي، فكيف ما كانت النوعيه ديالها من وراء اي وصفه كنفرك الاسنان ديالي بمعجون الاسنان وفرشات واحده اخرى مغيره تماما على الفرشات اللي كنطبقوا بها الوصفه الطبيعيه على الاسنان ديالنا. حتى نتوما كنصحكم بهذه الطريقه هذه، يعني الطريقه الاولى ولا الخطوه الاولى هي الوصفه، والخطوه الثانيه هي من وراها مباشره، يعني ماشي نجلسوا مده طويله، مباشره كنفركوا الاسنان ديالنا بمعجون الاسنان اي نوعيه متوفره في البيت واي نوعيه كتواتى مع الاسنان ديالنا سواء كانوا حساسين ولا ما كانوا حساسين، وفرشات ديال الاسنان اكيد نبقاو نحكوا الاسنان ديالنا، يعني هذه حاجه معروفه. انا نحكو الاسنان ديالنا يوميا واحد ثلاثه المرات ولا اربعه المرات في اليوم، حتى يعني وان ما حكيناهمش ثلاثه اربعه ديال المرات نحكم ثلاثه ديال المرات. وبالنسبه لبعض السيدات فكيتهاونوا على انه الاسنان ديالهم ما يحكوهمش مره مره، وهاد المساله هذه صراحه كتخلق مشاكل كبيره. يعني ضروري ما نحكوا الاسنان ديالنا كما قلت لكم ثلاثه المرات من وراء اي وجبه رئيسيه، نعتمدوا ونحاولوا دائما اننا نحكوا الاسنان ديالنا باش ما نتعرضوش يعني لبزاف ديال الامور، منها الاصفرار، منها مشاكل يعني كبيره لا قدر الله تقدر توقع الاسنان ديالنا، التسوس، والتسوس اكيد هو مشكل كبير صراحه. فهاد المشاكل كامله نحاولوا نتفاداوها باننا نحكوا الاسنان ديالنا، ومره في الاسبوع ولا مرتين نبقاو نستخدموا الوصفات الطبيعيه. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راها يعني مضمونه وفعاله مليون في المية، يعني مجربه مني شخصيا، ممكن استخدامها يوميا يعني ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبة للوصفات اللي كيكون فيهم بيكربونات صودا ولا بيكربونات صوديوم، يعني هذيك الوصفة هي اللي ما نبقاوش نستخدموها يوميا، يعني كنستخدموها مرة واحدة في الأسبوع، ويعني ممكن استخدامها غير مرة واحدة في أسبوعين باش هكذا يعني بيكربونات الصودا ما يهيش لنا الأسنان ديالنا ويسبب لنا الحساسية في الأسنان. داكشي علاش ما نستخدموهش بكثرة بالنسبة للسيدات اللي كيستخدموه. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راها افيكاس مجربه مليون في المية، ففقط نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيوه ولا تعملوا ليه شير ولا يعني تشاركوه مع الصديقات والحبيبات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا باش هكذا يستافدوا اكثر.
تخليوا لينا التعليقات اي حاجه ما فهمتوهاش بخصوص هذه الوصفه، ولا بغيتوا تخليوا لينا تعليقات، اسئله، اقتراحات، فكل هذه الاشياء نرحب بها في التعليقات. عندكم وصفات طبيعيه بخصوص طبيب الاسنان بغيتوا تشاركوهم معنا فمرحبا بهم في التعليقات كذا ومثال ايضا. وما تنسوش قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو تعملوا بيك لايك، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس. ونشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم كيتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم.